السلام خويا، هضرنا على التداول وشنو واقع. الله يحفظك خويا. شنو واقع؟ شنو واقع هو انه دابا ما عرفتش، ما عرفت انا دابا كنتشاور لانه ما عرفتش غادي ندير، لانه كان اتصل بيا واحد الاستاذ مشكورا قال لي انه خاصك تبلغ بجريمه، وهي داكشي اللي دار داك خونا، يعني باسم الشركه خصني ندير واحد الشكايه بهذاك الشيء اللي صيفطوا لينا، لانه داكشي كثير، لان زيد تما خصني نبلغ بجريمه، واحد الجريمه كاينه خصني نبلغ بها، هذا هو اللي كاين. انا باغي نتشاور، ما عرفتش واش خاصني نبلغ ولا ما. هذا انا واحد الاستاذ اتصل بيا حول هذا الموضوع. رفقه، يعني بالمناسبة أو بالتوازي، واحد السيد صيفط لينا واحد الدوسي أو واحد التقرير على هذا الشخص هذا، اللي بطبيعة الحال صيفطوا لي الناس كذلك واحد سكرين شوت. ونتمنى هذا السيد هذا اللي هضر مع هذا الشخص وقال ليه سير اذهب إلى حال سبيلك أنت وأمير راغب، يتواصل معايا إلا كان هو وهذاك صيفط لك هذاك الشيء، حيت حنا خفنا يكون مزور باش نرفع واحد الدعوه ديال السب والقذف. السب والقذف هذا من جهه. قلنا توصلنا بواحد الايميل، توصلنا بواحد الايميل من عند واحد الشخص اللي اعطوني دقيقه، نعطي واحد التقرير مفصل بالادله وبكل شيء، واذا تبوت هذا الشيء اللي صيفط لنا هذا السيد هذا راه خطير جدا، هذا الشيء كارثي بما تحمل الكلمه. صيفط لنا بي دي اف، انا نعطيكم العنوان ديال هذا البي دي اف شنو هو، و حنا دائما كنرجعوا لديك النقطه ديال بنادم كيبيع الوهم في السوشيال ميديا، كيبيع الوهم باش يطيح الناس اللي هما هذا مقال قال مقال ضد المدعو. شي لعيبه راه عارف راسو، ها هو بسميتو الموضوع، قضيه النصب والاحتيال على اكثر من 1500 مواطن مغربي عن طريق ترويج لعمله رقميه، المهم داكشي بلا ما نذكروا الاسماء والعمله الرقميه، خلفيه حول القضيه، الادله اعتراف كلشي مأبلودي، أدلة، زيد التهم، أرب الرح، استخدامه لحسابات وهمية لفارق العملة مع زعمه أنه ليس المؤسس العملة، توفر مقاطع الفيديو حول التكتيكات الخادعة التي استخدمها، المهم بلا ما نذكروا الاسم ورفقاء، ومن يوفر مزيدا من الدعم لنتائج التحقيق الذي توصلنا اليه. المهم هذا شي خوت دار واحد التحقيق داكشي ديال المحاكم. ارسال الاموال المسروقه الى حسابه الشخصي والموثق باسمه على منصه باينانس ويقدر المبلغ. والله ما عرفت نقرا هذا الرقم، هذا شي مليار، ويمكن مليار و600 مليون، يعني ما هاد الارقام الكبار ما كنتش نقراهم، ما نعرفش ليهم، ما عمرني وصلت ليهم. قيامه بترويج لعمله عبر الحملات الاعلانيه ووعود زائفه غير موثقه في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. ادله 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 نزيد المعلم. استغلاله للجمهور المغربي للترويج الى مشاريع مشبوه فيها، زيد ادله 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 ادله. استخدامه لحساب بلا ما نجبدوا لك شكون هي، ما هذه الحنينه، من اجل استقبال اموال الضحايا، زيد اوليدي هذا الشيء اوليدي كيتسمى ثاني هضره اخرى، هذا التهرب الضريبي. ادعاءات حول انه يعقد اتفاقيات مع بنك المغرب، اوي انت ما وصلتي، انت كاع وصلتي للناس السي جواهري، انت ديريكت كاع اللهم بارك، وصلتي السي جواهري انت. ادعاءات حول انه يعقد اتفاقيات مع بنك المغرب من اجل اثبات مصداقيته واستقطاب الضحايا، الفيديو اللهم بارك. المهم ندعو الجهات المسؤوله الى التدخل في القضيه وتحقيق الاجراءات القانونيه اللازمه حيال الواقعه من اجل ضمان تحقيق العداله ومحاسبه المشتبه فيه ووضع الضحايا. بعدا راه واحد السيد كونتاكتاني، راه قال لي انا بغيت ندير لايف وبغيت نجبدو وهذا، وتا هو داير الادله وعنده
انا نصيحه لك ما جبتش سميتو خليتيه يدير راه يقدر يدير عقلو. ندعو الجهات المسؤوله الى التدخل في القضيه وتحقيق الاجراءات القانونيه اللازمه حيال الواقعه من اجل ضمان تحقيق العداله ومحاسبه المشتبه فيه. و هذا باين شي هذا باين شي محامي ولا هذا نصب عليه قد ليه المقال والضحايا الأدلة بأقوالها شباب. هو استدعاء الضحايا مستعدة الضحايا والضحايا مستعدة للإدلال بأقوالها أو مساعدة السلطات لحل القضية، كما لحث السلطات على إعطاء الأولية لمراجعة أدلة الفيديو هذه واتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة المهم ورفقائه على سلوكهم الاحتيالي. إن ضحايا الاحتيال في مجال مكافحة الفساد يستحقون العدالة ومن الضروري استفادة من جميع الموارد المتحررة. المهم الطريق ما يهم دابا ماشي محامي ولكن المهم الإضافة إلى أن فريق باينس مستعد كل سهل للتعاون مع السلطات المسلمين. إذا هذا الشيء أخويا أخي الكريم ترك بالبلتيها على يبدو والتام اللي درت هذوك لي ستوري راه الناس صيفطوا لنا بزاف. وأقول مرة أخرى إذا تابوت أن هذا السيد سبني انا غادي نتعلق بي انايا. ما هو هو اصلا شبكات دعاوى هذا من بدا العام عندي انا يبدا بالشكايات نزيدو كانت في الشكايات عالي كانت 1500 درهم ديال هي اللي بغيت غير منها. انا راه وليت كنصيف جمله وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. كاينه مساله اخرى وكما لاحظتم لا أعلم إذا كنتم تعلمون أو لا تعلمون شيئا وهو فضيحة أخرى كانت تفجرت في الأسبوع الماضي حول التجارة الإلكترونية ونعم سيدي الناس اللي كيبيعوا برودويات وهمية لعباد الله وتتسبوا في أداء جسدي. فإذا تبوت كذلك ما يقال وما يشاع على هاد الناس هادو راها فضيحة أخلاقية قبل ما تكون فضيحة تجارية. أنك ناس وأنا صيفطوا لي بعض الإخوان واحد الصورة ديال واحد اللي تعمات لي عينيه بسبب هذوك المنتوجات. شفت الناس التجارة قال لك الإلكترونية الكرياتيف، أنا ما عمرني شفت شي كرياتيف الإخوان فيها. أقسم بالله العلي العظيم والله شاهد على ما أقول، تترك هذا المنتوج تضع فيه ودنك في وضنك تولي تسمع اكثر من القط. وقاعدين الناس عمركم شفتوا شي تجاره الاخوان تشدين الناس المصحف وتيحلفوا اقسم بالله العلي العظيم شد التجاره هذا وتبيعوا ما عمرني شاد ويجي يقول لك درنا 600 مليون في الدولار 700 مليون اني وين دنا هادو جوج الحوايج اللي كانوا هاد السيمانه هاد السيمانه اللي فات. انا ما هضرت على هاد الموضوع بعدا هادشي ديال العملات الرقميه. انا حتى جيت للبيرو البارح هما راه الناس صيفطوا لينا نهار الجمعه ونيت اصلا نهار السيمانه اللي فات نيت خرجوا دي كونت على الفيسبوك او حسابات على الفيسبوك تنشروا شي حويجات على هاد المساله ديال التجاره الالكترونيه في كل من الخليج وفي افريقيا. الوغ نمشيو صافي هادشي اللي كان ندوزو للأسئلة. وفي كل مرة يتأكد ما كنا نقوله بلا ما اللي تيقول لكم تبيع لكم الوهم في انستغرام. شوفوا الطوموبيله شوفوا الحديده شوفوني كيدير معكم شوفوني. انا في الاوطيل انا هنا انا كندير الفلوس انا تبيع لك الوهم باش الاخرين ينصب عليك. وقلنا لكم الاخوان راه الناس اللي تيديروا الفلوس راه ما تيجيوش قدام الكاميرا ويوريوك الفلوس لعده اسباب. الواحد داير الفلوس راه تيعرفها. انا نعطيك يميت الباسط وشوف والناس اللي دايرين الفلوس تلقاهم تيتشكاو. شوفوا السياسيين واش انت دابا انا تنبغي نحل لكم عقلكم باش ماكاين. دابا نعطيو حنا ناخذ واحد السياسي كنا عارفينو لاباس عليه اش تيقول لك. راه واحد قال لك مؤخرا راه تي قال لك تيدابز هو ومرتو على المصروف ديال الصباح مصروف النهار قال لك تيدابز هو وياها
وراه يشريك انت وتصيلتك. هذا ودابا كتشوف دابا هاد الناس هادو اللي عندهم الفلوس كيتجويو، وكتجي تشوف واحد يلاه بدا يحيد العمش كيفاش كيدوي. هي اختك سي زكريا، هي اختك انا شبيه باختك اخويا. واش فهمتي دابا الفيلم كيداير؟ حيت راه مايمكنش اخي واحد لاباس عليه فيلا عنده تروا عنده مشكله بعدا غير مع دار الطريبه، غير بالمعايب المنطق راه غتعيط لك دار الطريبه غتقول لك اخويا انت عندك واحد الحديده منين شريتي هذيك الحديده. هلا نمشيو حنايا بهذا المنطق هذا. انا ايوا اخويا فينا هما فلوسها؟ ايوا خلصتي اخا الضريبه عليها. واش هذيك الحديده اللي شريتي انت ب 200 مليون خلص من اين لك هذا؟ منين جابك فلوسها؟ ضريبتها خلصتيها؟ انت اخويا ما تديكلاري لنا والو للدوله، انت الدوله ما تديكلاري لها والو، وكتقول لينا شاري حديده ب 200 مليون اكسبلين كما دار لي واحد الامريكاني كانوا شدوني الاف بي اي. قال لي انت جاي عند صاحبك وانت ساكن في مراكش وهو ساكن في فاس بيناتكم 500 كيلومتر المركنة راه واعره. قال لي اند هي از يور فريند ويدي لي ويدي لي داك الكرسي يقول لي اكسبلين. اه يا هادي اكسبلين ترى بنادم تيمشي تلقاه ما عطاش عنده وغادي في جنب الحيط. انت صاحبي كتكثروا عليكم الهضره علاش؟ غتقول لي علاش هاد الناس كيغامروا بهذا الشيء هما على مالهم هما ما عارفينهاش؟ لا هما ما عارفينهاش راه عارفينها، ولكن اش خاصو يدير؟ هو راه خاصو ياكل ميمي، يعني خاصو يبين لك داك الشيء باش انت تقدم، يعني هو راه عارف ولكن خاصو يبين حيت هو باش غيقدمك بهذاك الشيء. تيقول هو تيعيط ويحل الله تيديروا نشوف واش غادي ندير. واش فهمتي يا الاستاذ؟ ف ما يمكنش اخاي حيت هو اوبليجي عليه هذاك هو خصو هكا ما عندوش منين يضرب داك الصر. كتلقى صاحبي سياسيين صاحبي كتلقى ناس خانزين فلوس في هاد البلاد شو غير كيتيلبس شو كيتيبين اش تيبين. الناس راه عندهم دي جيت بريفي يا صاحبي وما عمر غا تسمع كتسمع. ولا يصح الا المعقول راكم سنوات وانتم تتبعوا لي سنوات وانا كنقول لكم هاد الهضره انتم وقفتوا على الهضره بزاف صيفطوا لي نوريكم دابا التليفون باش داير لايف غير الميساج اللي جاوني من الناس اللي عندهم المرسي كاع انا نهضر معكم على انستغرام اللي بزاف الناس صيفطوا تيقولوا لي وياه اخ امين عاد وقفنا شي الهضره اللي قلتي عامين ثلاث سنين هادي ايوا وها انتم تزيدوا توقفوا على هضرتي مع هاد النصاب هذا نيت هذا مؤخرا اللي هو الفضيحه اللي تصب كاع على هاد المغاربه باش نصب على هاد المغاربه الخوت نعاودو نديكورتيكيوي واش نوقع نصاب عليكم بالكثر هضره بتبين وها نتوما تتوقفوا عن المعقول راه لا يصح الا الصحيح راه كفانا من هذوك الطرق التقليديه راه قلنا لكم هذوك الطرق التقليديه في النصب الشيء اللي كيوريك كيفاش عايش اللايف ستايل كما قالوا لي شي ناس اكادير تلاقيت معاهم مؤخرا قال لي اخويا امين راه انت ضد هذا اللايف ستايل ولكن راه اثبت نجاعته راه خاصك تبين هادشي الا بغيتي تبيع للمغاربه شي حاجه. وقلت ليهم الله يا سيدي لا بين شي حاجه سيدي والله لا هضر في شي حاجه وانا ما عنديش اصلا انا اخويا ما عنديش هذوك الملايين اللي تيقولوا هذوك الناس انا كنظن نخدم كالحمار ما وصلتش لهاد الملاير ما وصلتش لهاد الملاير اللي وصلوا لهاد الناس حيت كنهضروا في الحلال ما الحرام راه ساهل راه ما غاديش انت ما غاديش يجيني صعيب باش انا نصب على عباد الله ولا الهضره انا راه كنعرف ماشي نبيع الهضره ولكن الاخوان نعاودوا ناخذوا دروس من هذا الشيء اللي شفناه هذه السيمانه اللي فات انه راه لا يصح الا الصح. اي واحد كيقعد يتبوزق عليك راه غير يبان لك تيتبوزق خذ من الهضره من واحد راه خوك راه غادي راه صافي راه قال لي والو راه 40 عام راه وصلت الاشد اللي دابا راه اشد راه وصلت انا نص الحياه ديالي وصلتها 40 وصلتها تنقول لك اخويا انا تنعطيك الهضره اللي الا ما خديتيهاش من عندي غادي تخلص عليها بزاف باش تعلمها. انا تنقول لك هضره شوف اخويا شوف يا اختي راه اللي تيتبوزق وتنعاود نقول هاد الهضره وراكم وقفتوا راه اللي كيتبوزق عرفوا هذا نصاب
صافي السلام عليكم شديد ناضي عطيني المعلومة تهضر معايا بلا ما توريني بلا ما تقول لي تاخذ المعلومة وغنشد من عندك هذيك المعلومة وغنخدم بها وتما فين غتبين لي واش انت جديد ولا ما جديدش وراه ولا كلشي يفتي في كل شيء راه اللي بدا اللي دار الضاله لشي دار قال لك اسيدي انا مقاول عقار ما عرفتش كندير كاع ما دواو هذوك اللي باين اللي بناو لي سونتر دافير بناو ما عرفتش بناو ما خرجوا دواو لينا ها اللي راه ماشي ضاله يخرج يهضر لك سميتو ها اللي كرا شي دار ينوض يهضر لك فيها شي ايو قال لي اللي قاس شي حاجه ينوض يدير لك خبير حيت اخويا ملي غادي تجي تهضر معايا فواحد الدومين من انت اعطيني الواقع اعطيني الوراق ماشي غتجي بحال واحد خونا كان دار لنا واحد الوقيته كان ديما تيدس يقول لنا هاد الارض ديالي في الاخر لقيناها ما ارض ديالو ما توزا وحق ربي كان ديما تيقول لي هادي ارضي هاد الارض راه ديالي وي في الاخر لقيناها ما مشينا نمشي تسول والله الا وانا نمشي تسول فماما يقول لي ماما قال ما كاينه سمين فلهذا الاخوان ردوا البال من هادشي اللي واقع في الويب راه انا مالف والو من هادشي راه ما بقى لي اصلا معكم والو في هاد الويب الله يجعل البركه راه ملي 8 ملي كانت في عمري شحال راه ملي كانت في عمري وقتاش دخلت انا لليوتيوب هادشي راه ملي كانت في عمري شي 26 ولا 25 راه ما بقى لي والو انا 40 عام الحمد لله داكشي اللي شفتونا به النهار الاول حنا باقيين فيه وجاب شفتو ما هادشي اللي كان هادشي اللي كان هادشي اللي كنعطيوكم الاخوان كنعطيوه ليكم وما كنتسناوش منكم شي حاجه ما بقى لي والو انا وغنزيد ثاني في حالي ولكن ما بغيتش اخويا نخلي واحد الخلف اللي جاي يضحك عليه واللي جاي يمرمد فيكم يديه والله الا نتحدث الا غيره وما راه بعدا في ذاك المشكل ديال صنابه وحق الله الا كلشي شحال من واحد قال لي امين تعلم تدخل سوق راسك امين تعلم تدخل سوق راسك تعلم تدخل سوق راسك شوف مي دبر راسو انت مالك ياك في الاخر غينصب عليه غيجي عندك انت واش في الاخر لا تشوه غيجي عندك ياك البيرو ديالك خدام ودخل سوق راسك وانت مالك ها حنا دابا هاد خونا هذا ما تنشوف ها تلقى راسك خصك تدوي ما حيت بنادم ما باقي الوعي ما كاينش في الويب الويب باقي ما فيهش الوعي الناس الله يكون في العوان المشكله المغرب الناس بزاف ما عندهمش وبزاف الناس اللي هما الناس باغيين يبدلوا حياتهم وكيشوفوا ناس ولكن راه خصك تختار الطريقه الصحيحه راه ماشي اي واحد راه هادو تما فين شدوك انت يا راه تيشدوك تيوريك الوهم وانت كتقول واه هاد الويب فيه كاع هادشي بهاد السهوله سيروا كونوا راسكم ها الشباب سير كون راسك سير اخويا كون راسك باقي صغير سير كون راسك نبدا مش منين نبدا مقاد مغيز عارف كل شيء ما خليش شي واحد يضحك عليا كنعرف واحد ملي كيدوي كنحل كنا كنتعلموا من بعضياتنا وراه قلتها مرارا وتكرارا الانسان خصو يكون راسو صغير في العلم تقدر تاخذ انا خديت المعلومه من الدراري في عمرهم 15 عام وخديت منهم تعلمت منهم شي حويجات ما فيها باس وتنقولها وعادي لاننا حنا شي كيتعلم من شي ولكن للاسف الشديد دوك الناس اللي كيعلموك ماشي كلهم ناس اللي بغاو اللي كيعلموا واللي فريمون عنده ما يعلم وما يقول داكشي علاش انت خاصك تتعلم باش ملي تاخذ المعلومه من عند واحد السيد بعدا ديجا عندك واحد الفلتر كتعرف هذاك السيد واش كيرقع ولا كيهضر بالصح دابا نعطيك غير واحد القضيه دابا هاد الناس اللي كيقول لك حنا متداولين واعرين واش عمرك شتي تحلل اقتصاديا شي حاجه تحليل اقتصادي انا ما شخصيا ما عمرني شفت شي واحد تيهضر حيت الناس اللي تخيل داخل واعرين راه ناس اللي كيحللوا الاقتصاد بواحد الشكل رهيب تيكونوا واعرين في التحليل الاقتصادي لا جيو بوليتيك واش نتا عمرك شتي شي واحد من هاد النوع اللي كيبينوا الطوموبيلات وهذا جبد ليك مثلا حلل معاك شي وضع اقتصادي معين عمرني انا شفتو حيت ما الا هضر معاك بهادشي انت ما غاتتابعوش ما غاتقابلوش اش خاصو يدير لك خاصو يوريك الطوموبيل انا هادشي اللي كنعرف
المتداول واحد الشخص اللي مثقف. وريني انا شي متداول مثقف. راه كيحلوا لنا ناس الاقتصاد، راه ناس ديال الاقتصاد هادو. اعطيني انت من دوك المتداول اللي كتشوف شي واحد الاقتصاد، يجي شي واحد يقول لي لا راه ما كاينش التحليل الاقتصادي. خويا راه تفرقع، راه قلنا قلت هذيك ديك السيمانه، راه تفرقع قنبله في روسيا تاثر لك على طرف الخبز هنا في المغرب. راه العالم مكونيكتي. غاديش تقول لي هذا؟ ايوا قول لي اخويا خرج لنا شي خرجه. والله الا ما يشبعوا عليه عباد الله ربي الا ما يمشي يحفظ. الله يرحم ليكم الوالدين. شي اللي كنعطيك اخويا راه تنعطيك المنطق. غتمشي تقلب عليه في جوجل غتلقى هاد الهضره. غتمشي تسول، سير سول الاستاذ ديالك في ليكونومي. والله احنا مالنا حنا كذا، ياك تقراو سير سولوا الاساتذه ديالكم في ليكونومي. سو هادشي اللي تنقول سول عليه استاذ في ليكونومي، سير سول على الاستاذ ديالك في ليكونومي، ولا سول شي واحد قاري الاقتصاد، اولا الناس اللي معانا هنا قاري الاقتصاد، واش هاد الهضره اللي تنقولوا كاينه ولا ما كايناش؟ ايوا جيب لي انا متداول. التداول راه ماشي هو لي شخط. سي توت ان اونسومبل خاصو يكون عندك، خاص يكون عندك الفوندامونتال والتكنيك. اخويا انا نهار جلس، نهار ملي كنت نجلس مع المتداولين الاجانب راه ناس واعرين مثقفين بزاف بزاف، دوك الناس بزاف يطلع مع وراه هما اللي كيطلعوا في الجزيره في السين ان نيوز اخبار الاقتصاد. هذوك الناس اللي كيطلعوا لكم اللي كتشوفوا انتوا هذوك هما المحللين الاقتصاديين. المحلل الاقتصادي راه يقدر يكون متداول حتى هو يبيع ويشري. ف وملي كنقول انا ديما هاد الهضره شي يقولوا لي الخون طار انت فين كثرت الهضره؟ راه ماشي فيا كثر. واش ما فهمتش؟ والله ما فهمت. حيت طرطار، حيت انا تنعطيك الهضره، انا تنقول لك اللي يفيدك ماشي تنبين لك. مره تانا نجي وانا داكشي الحمد لله تنشري بفلوسي، ما تتسني حد. حتى انا تنبدل الطوموبيله كل عام وكنبدل ليا ومرطي وعايش بخير وتنسافر. ولكن علاش غادي نقول لك هادشي؟ علاش غتعرف هادشي؟ وعلاش غتحتارمني على هادشي؟ حيت انا ملي كنخليك تحتارمني، حيت انا عندي، اذا انا اشيء نفسي. انا طرد راسي بحالي بحال ما كانا، وملي طرد راسي بحالي بحال ما كانا اذا انا ما محتارمش راسي، يعني انا ما في الدياج، يعني انا زيرو. إذا كنتي غتحتارمني حيت أنا عندي، أنا زيرو. شتي هاد النضيضرات راه دايرينها 50 درهم أخو، هاك 50 درهم. علاش أنا غنضرب؟ بون غادي يجي شي واحد يقول لي هذيك المرة وريتيني نضاضر لوي فيتون. لوي فيتون خويا أنا عشقتهم شريتهم، ولكن هادو اللي لابس دابا تا هما دايرين 50 درهم. مالهم؟ ها هما. بغيتي تاخذ المعلومة من عندي مرحبا، بغيتيني باش نبان لك واعر مرة خذ. ما غادي أنا ما محتارمش راسي بعدا ديجا، فما بالك نتسناك تحتارمني. ملي انا وليت تنشي راسي تنخليك تحتارمني على الدرهم. يعني انا دابا بالله عليك، دابا بالله عليك، دابا انت دابا انا غنرد راسي ورقه ماليه بحال هكا. دابا انا احسن انا ولا هاد الورقه؟ انا احسن من هاد الورقه. ولا كنتي انت غتحتارمني على هاد الورقه هادي؟ يعني انا قل من هاد الورقه، وراه انا ما قلش من هاد الورقه. عاد خلي الحسد، هذا والحسد. اما يجيش شي واحد يقول لي لا ما كاينش داك الشيء وهذا. شوف انا تسحرت، ماشي حوايج كاع بسبب الغيره. تسحرت، تعينت، تحسدت، وماشي غير انا وعائلتي. ولكن علاش؟ حيت يسر عليك الله. هادشي الناس يخافوا منه، الناس الحجاج، الناس اصحاب الفلوس، تنقولوا الحج اصحاب الفلوس، خافوا منو عارفينو. انتوما جايبينها مساخيت بنادم جايب العين وجايب دار الضريبه عنده وما عنده والو، ولا عنده شي حاجه بعيده. لا جبد الصداع فابور، ما عنديش المفيد اخويا انا غير فيها غير بلا بلا. سير عند صحاب المفيد، راه صحاب المفيد راه قادير معكم غار. الناس يبيعوا لكم لي سيرفيس، كاع هادشي كيصيبوا لكم يبيعوا لكم لي سيرفيس، تيوهموكم بشي امور ما عندها علاقه بالتجاره. كيفاش انت كتقول لي التجاره هي انني انا نجيب لك البرودوي،
انا اللي غنمشي نجيب لك البرودوي وعباد الله غير تاجر سير عند مول الحانوت قولها ليه زيد يضحك عليك. ومول الحانوت مول الحانوت تبيع في الزيت والسكر وتبيع شامبوان سير قولها ليه زيد يضحك عليك. قول لي انا راه تندير التجاره كيجيبوا لي البرودوي ياك كيجيبوا لك البرودوي وكيجيبوا لي اوكي يديروا لي هما الكونفيرماسيون ياك وهما كيديروا لي ليفريزون. ايوا واش كدير انت؟ انا كندير الاشهار. دابا هادي انت بالنسبه لك هادي التجاره هادي سميتها التجاره ترى ما خدامش تاجر هنا شكون اللي هما اللي كتجي تقول لك حنا كنخدموا الشباب وحنا اش سير سول مول الحانوت هادشي تنقول لك مول الحانوت سير سولو سولي مول الحانوت يقول لك ايه انت اش كدير؟ انا كندير التجاره. هذاك اللي كيدير التجاره راه تيمشي يقلب على البرودوي كيشوف الخصاص فين كاين تما فين كاينه تمعلمي تما فين تتخلق الفرص. كنشوف انا شخاص وكنمشي نجيبو وكنبيعو وكنليفريه وتنقنع الكليان يشريه من عندي ندخلك هو الافيلياسيون نخلط لك العرارم ونترول لك الشغل. انت راه تما هنا تدير لافيلياسيون وملي كدور في هنا اش كيوقع لك تلقى راسك تتسولو شحال درتي؟ درت 100 مليون اياه اللهم بارك شي في ضفير. دابا اش يدير هذا اللي غيحرك هادشي غدا غيدير لك كورس غيبين لك مثلا 100 مليون صادق انت صادق صدقت والله صدقت ها شوف ضعت ترول هذا ضعت شحال ربحتي من هذيك 100 مليون؟ ها ربحت منها مليون يا ودي التجاره ودي فلوسك ها فلوسك تيدورو دير بهم والو. ترى ودابا المشكله تيجي ويشرح لك شي حويجه تيقول لك ثاني راه هذا الشيء علاش تنقول لك علاش قلت لك اودي حنا بغينا نرجعوا لواحد النقطه هضرنا على العلم تعلم من عند الناس هي تعلم من اي واحد طرب الرجلين ديال اي واحد نتعلم من اي واحد اي واحد غيعطيني فكره ولكن نمشي نقرا راسي باش ملي يهضر معايا شي واحد ما يستحمرنيش بحال هذا النوع اللي تيخلط لك التجاره مع الافيلياسيون بحال مثلا تيجي واحد ويقول لك المنصه اللي كتخليك تبيع فين عمر المنصه كانت تخليك تبيع سير صوب زيت ديالك وبيع على راسك هذا تيتسمى الاستحمار ديال الناس هذا تيتسمى الاستحمار اللي كتجي تقول لي لا راه المنصه ديالنا اللي غتخليك تبيع الضفاك اصاحبي سير المنصه سير صوب زيت راه هما الناس تيصاوبوا وورد بريس تيصاوبوا زيتات مفرقعين يجي انا يدي لي الداتا ديالي الكليان ديالي البرودوي ديالي انا نحطو ليه في المنصه يوم اللي وليت يتمشى مزيان راه ما غاديش راه انت ما خدامش مع الانبياء راه انا كنتي خدام مع الانبياء هضره اخرى على انا امني وجبد ونهضر على راسي انا بعدا انا داير لك منصه بان لي هذا البرودوي عندك خد جبتيه فكرتي فيه انت اللي تقاتلتي جبتي هذا البرودوي حطيتيه عندي والله حرام تيبيع مزيان هذا البرودوي هذا شحال تيخرج هذا مزيد بالك بق هاك مشى اسيدي كاع ما نبيعو لك انا في المغرب غنمشي نتيسيف شي دوله اخرى ونخدم به في دوله اخرى ولا نزمت كريت في البلاد واش انا خويا بيبان لي الدولار وما نزمتكش واخا سيدي انا كاع ما محتاج انا رابح في السيرفيس ما مسوقش انا نعطي غير صحابي هذا البرودوي اعطينا شي برودوي هاك ما هاد الشيء راه ما غاديش تفهمو معايا الا ما كنتيش انت مشيتي كونتي قريتي كتسنى المعلومة من واحد تيعطيك معلومة اللي غيستغلك بها هذا تيتسمى الاستغلال جيني ديريكت قول لي يا فلان انا تنعطيك انا تنسهل عليك الحياة ماشي من الصيتي تتبيع راه هذاك الخطاب اللي مهم عندي انايا شوف اخويا انا غندير لك واحد المنصة شوف غندير لك منصة غادي في العظمى تصاوب السيت ويب انا غنوريك غادي نعطيك منصة الهوستين كلشي على حسابي ياك والله يسر لك ولكن اخويا راه البرودوي اللي غادي تحط راه ما عندي لك حتى ضمانه كلشي راه غادي ناكل فيك ونشرب قول لي غناكل فيك وتنشرب ما عنديش مشكل تجي بدا تتوهم عليا وتتزندق عليا ودابا تيحسوا براسهم ذكيين وواعرين هما راه لقاو الناس بسطاء ما فاهمينش على وقتاش دخل هذا الانترنت شحال في عمر هاد الناس بعدا نهضروا على فئه الشباب شحال في عمرك انت اللي داير التجاره وقتاش بديتي كتلقى بنادم بادي في 2005 بادي في 2013 2012 الناس اللي يلاه بداو عنده حتى شي فكره مسكين
ولهذا الإخوان سيروا الإخوان تعلموا، راه كلشي موجود في الانترنت، كلشي موجود فابور، سير كون راسك، سير تعلم، سير تنمي مهارات فرضية ديالك. وعاد ديك الساعة قلت راه الفلوس راه والله ما غيهربوا، كنقسم لك بالله ما غيهربوا. شتي راه حتى حاجة، شوف لا هما ديرها هي هذيك ولا تبقى تتعاود ديما أزيرو. نعطيك أنا غير واحد القضية وغتقول لي والله أخ أمين لا عندك هاد الهضرة، سير عرفتي أش غدير؟ شوف غير الدروب شيبي وكل واحد تيلغي باللغة. دابا تتلقى واحد تيقول هضرة كتحيد من هذا، تجي تفرج في هذا تيقول العكس ديال هذا، تجي عند واحد آخر تلقاه تيقول ثاني هضرة أخرى، كاع ما قالها لا هذا لا هذا، تتلقى راسك تالف وتتبغي غير المعلومة يا صاحبي، وبغيتي غير فيسبوك تعلم غير فيسبوك، تلقى هذا تيقول لك هضرة وتعاود تقلب عند هذا تيقول لك هضرة معاكسة الهضرة ديال هذا. وشحال من واحد فيكم الخوت بغى يبدا وتيكلف تيشد راسو تيدير هكا، وتا هذا قال هاد الهضرة، واحد تيقول هضرة هذا تيقول تتولي تالف، ما عرفتي تثق في هذا، ما عرفتي تتبع هذا، ما علاش اخويا مالي علاه حالتي، مالي علاه حالتي. دابا ملي كتجي بنادم تقول ليه فيسبوك، سير اخويا اقرا ميتا بلو برينت مدرسة ديال فيسبوك، فيسبوك تتقراك ديالها، كيقول لك اخويا لونجلي، واخويا عندك مشكل في لونجلي، سير اخويا اقرا لونجلي. واش بغيتينا نعطيك؟ انا نقول لك انا ولدي في عمره 4 سنين، اللهم بارك اللهم بارك، عندي هاد الولد تتشد فيه العين بزاف، اللهم بارك. الدري في عمره غير 4 سنين، تيهضر لونجلي، العربية والو، البيرد تيقول لها بيرد، البرد. هذاك الولد انا صاحبي تنظلم قابلو، اسمع اخويا، دير اخويا واحد القضية، تانت بحالك بحال اي طفل، وطلق لي غير يوتيوب، ودير دوك الاغاني راه دغيا تحفظ، ها الكالارز ها هذا والله العظيم. تلقى هذا اي بي سي دي اي اف جي اتش اي جي دي وات اي مونكيز اون ذا بيت رول اوفر رول اوفر اما زي غن بسلام عليك فهمتي. وتعلم وانا جداهم جداهم امي ما عندها علاقه، راه بدات تضل تلقى داك الشيء حتى هي ولات تتعلم، تا هي ولات يا التكامير تا امي ولات تا هي فهمتي بكثر ما تعيط تلقى امي 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 الحاجه الله يخليها لينا يا التكامير واخا فهمتي وما تيهمناش، قول لها انت يا التكامير يا التكامير ماشي مشكل دونك غير شيت، واش المهم تقرا كتفهم تتكومينيكي ذات سيت. سير اخويا راه كاين دولينغو نتعلم، خاصني لونجلي نمشي نتعلم لونجلي صافي ذات سيت، ونمشي نقرا لي فورماسيون اللي بعقلهم باش انا ملي نتفرج في واحد السيد في يوتيوب نعرف اخويا اللي كيشرح واللي ما كيشرحش، واللي كيدوي بالصح واللي ما كيدويش بالصح، واللي كيتفلى. دابا بحال هاد الناس اللي كيجيو تيقول لها بلا بلا، حيت هو متاثر داك الفكر المليونير الفقير، هو متاثر به ملي هاد الهضره ما يقدرش هو ياناليزيها، حيت ما عندوش هو باش ياناليزي، مخو مرفوع. ونخد العلم من عند ما كان، انا كنت نمشي مع واحد السيد تيقولوا لي خنص وتحيه ليه من هذا المنبر، ورا خويا تقلب على الكونتاك ما عرفتك باقي عايش ما عرفتك ميت، المهم انا وصلك هذا الميساج انا راه تقلب عليك وانا راه باقي فتح النوم. هاد السيد تيقولوا لي خنص، علاش يقولوا لي خنص؟ خنص المحيا سيد اللهم بارك هارف في الالكترونيك وا الظروف كان مزواج وطلاق، المهم كبوه تاعي، المهم شخص ما تخلاو على عائلته، المهم ساكن في واحد الجنان واحد الغابه خصك تمشي غابة عرفتي بحال داكشي ديال الافلام، وديما مع خو النص ديما تيضرب تيضرب النص الناحية، حتى واحد ما تيقرب تيضحكوا عليه والله الا انت تيديروا ليه بحال شي شمكان. وكنت انا مصاحب معاه اقسم بالله الا كنت مصاحب معاه كان خطير في الالكترونيك، عرفتي شحال وراني في الالكترونيك وفي الطيارات هاك، حيت هو كان في القوات المسلحة الجوية الملكية، وكنت نمشي معاه وتعلمت منه بزاف د الحوايج، وبنادم تيضحك عليه. فنتمنى انا بالنسبه لي شتي شي راه غير 10% ديال الناس اللي كنهضر، هي 10% ديال الناس الا اقتنعوا بهضرتي وحاولوا حتى هما يغيروا واحد 10 الناس حداهم كل واحد اخر، اقسم بالله تمشيو بخير. شتي لو وقفنا هذه المهزله هذه ديال التصاور في الانترنت والله تمشيو بخير. شتي لو وصلنا للمستوى ديال اننا نتقبلوا الوضعيه ديالنا ونخدموا على راسنا والله تنمشيو بخير.
راه المشكله دابا كاينه في الشباب، الناس اللي كبار راه فاهمين هادشي، راه المشكله في الشباب. هاد الجيل هذا راه هي بازيكم اخوتي، تزاديتو في واحد الوقت اللي كلشي دابا بلا ما تيقول لك انا تزاديت في 2005، تزاديت في 2009، 2010، جيتو في واحد الوقت، جيتو واحد الوقت اللي حليتو عينيكم لقيتو هادشي. كتو بنادم داير الفلوس يهضر في الفلوس والويب، وبنادم داير في يوتيوب ومحركها، وجيتو في واحد الوقت اللي صعيبه انك انت تكون فقير وتقبل الوضع ديال انك فقير. فوليتي انت ما تتبغي انك انت تدير الفلوس دغيا، ولكن اللهم تكون غادي مشيت للفكرون ولا 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 ديال ولا ديال الارنب. شي مشي غاب شويه عليا حتى نوصل، ولا ديك المشيه ديال الزربه حتى في الاخر وقفوا نعس وفاتوا التران. راه هادشي اللي واقع الاخوان، راه انا كنقول لكم اش كاين. راه هادوك الناس يوتيوب، مشيو لهاد الناس يوتيوب اللي كيبينوا لك الفلوس والكونتنت كرييشن وهادشي، راه اخويا هذاك الشيء راه ما غيدومش، كون على يقين راه ما غيدومش. وخاصك تعرف ان كرامتك انت كانسان اهم من اي شيء. راه انت كرمك الله بكونك انسان، ما طردش راسك حيوان وترجع في راسك الضحك. خليك انسان ذو مبادئ، باش انا نقعد نسب ونخسر الهضره ونوري مرطي ولا الزواج مشروع دابا كاع ولاو تيديروه مشروع، نتزوجها ونعاودو نطلقو ونديرو كبري ليا الكونت ديال كبري ليا. راه انت انسان بدون مبادئ، انت ما راجلش، انت ماشي مرأة. والحياة راه قصيرة بزاف، غتدير ها 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 انا راه درت ها 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 لقيت راسي صافي قربت الربعين عام، بقى ليا والو، ما هي الا شهور معدودات. كان انا جا البارح طرف البارح كان في عمري 25 عام وحق الله العظيم البارح. راه الوقت تيجري، لا هما نخسروا في حاجه اللي تنفعني، ولا هما ملي نموت تبقى السمعه نخلي شي حاجه اللي الناس يذكروني عليها بخير. هاد الناس ها هما ربحوا الفلوس وكلاو وشربوا، وراه ممكن انت تدير الفلوس ولكن بطريقه محترمه. ها هما كلاو وشربوا، اش خلاو؟ اشنا هي القيمه المضافه بعدا اللي دار المجتمع؟ ما عنده حتى شي قيمه مضافه للمجتمع. شنو هي القيمه المضافه؟ اشنا هي الحاجه اللي يقدر يفتخر بها هو وولادو؟ كنتسب انا امهم، تسبيت مع امهم، تسب، هذه هي القيمه اللي زدتي. دابا ولاد دابا هاد السيد لا ولد اش غيقولوا لبابا وماماه؟ واخا هو مات راه داكشي وقت اللي شافوه يدعي فيه، اللي جوس يلا يلقيها لك، سير الله يعطيك. الحياه الخاصه كنا عندنا حياه خاصه، وكنا عندنا المشاكل، وكنا احنا ماشي ملائكه وانا ماشي ملك. المصائب اللي كندير ربي اللي كيستر وربي اللي تيحفظ، لكن نجي انا نبقى تنشوه راسي باش ندير البوز باش ندخل الفلوس، نمشي نهز الصنادق وانا نوصل لهذا المستوى. هاي يقولوا لي الناس لا الفقر، الفقر راه ماشي عيب، كنا تزادينا فقراء، كنا تزادينا فقراء، وكاينين دا فقراء تيشوفوا فيا دابا ولكن النفس عندهم النفس. راه كاين الفقير بنفسه وكاين الفقير اللي ما عنده نفس، والفقير اللي ما عنده نفس هو اللي كيبغي يدير هادشي وتيبغي يدير الفلوس وتيقول لك لا. حنا الفقر كأي موميس، راه الموميس عندما تتحدث معها كتقول لك قبح الله الفقر. وانا كنعرف العيالات اللي وقعوا لهم مشاكل في حياتهم وتطلقوا وما عندهمش ومشاو تيقلبوا عليها حلال ولقاوها وخدموا. راه كاين الفقر بالنفس وكالفقر بدون نفس. ملي تكون ما عندكش النفس راه دير اي حاجه، راه تبين المؤخره ديال مرتك والمؤخره بنتك والمؤخره ديالك كاع انت، الى 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 طلبنا نشوفوها راه غادي توريها علينا. ما عندكش المشكل لانك انت راجل ما عندكش النفس. بلا ما نهضروا على انه الناس اللي مشاو وصلوا هاد السوشيال ميديا ولاو في السحور. انا مؤخرا طحت في واحد الفيديو سيد مبين ساحر عليه مرتو، وانت راه السيد واقف داير شوفوا كي جات كي جات وادي هذا اي والسيد مسحور و
والله الا سحر المو دخلته لهاد اليوتيوب حتى هو تاكل بيه طرف الخبز. وعلى العموم الله يسترنا الله يجيب اللي فهمنا. نتمنى ان شاء الله انه هذا الشيء اللي كنقولوا ماشي غير كندوزوا به السويعه، ماشي كندوزوا ماشي هضره القهاوي، كنقولوا هضره وصافي. وصراحه الله هاد الهضره اللي قالها السيد هذا الله الا نيت معقوله والله نمشي نجلس مع راسي تعاد الضري في الاخوه ولا دوك الناس اللي ثاني تيتموتيفاو تيجي تيقول لك اخويا امين والله العظيم ولا تيقول لك والله الا موتيفاني هاد السيد. واخا هاد القضيه ديال الموتيفاسيون في المغرب وراه كنت سبق ليا قلتها ونعاود نذكر بها الاخوان، هاد القضيه ديال الموتيفاسيون انا كتجيني غباء. قول لي علاش علاش الغباء في المغرب؟ انا نقول لك علاش. حيت انت ملي تهضر لي على موتيفاسيون في ميريكان انا نقول لك شنو. واحد في ميريكان اخويا كيتخلص على الشوماج عنده ضمانات فهمتيني يقدر يعيش، هو راه في ميريكان الهامليس راه هو بغى يكون هامليس باش تكون عارف. ميريكاني ما بغى هامليس هامليس متشرد هو بغى يكون، تيقولوا لهم المغاربه الهامليس هو بغى يكون هو بغى يكون. حيت اخويا فهمتي تقدر تموتيفي انت اخويا انا كمغربي انا كنهضر على راسي ورا كاع الناس. انا ما محتاجش اخويا واحد يقول لي نوض تخدم، غنكون معاك صريح اخويا. وانت انت كاخت تفرج فيا دابا واخت، واش انت محتاج شي واحد يقول لك نوض تخدم؟ واش شي واحد محتاج يقول لك نوض دير الفلوس؟ واش انت واش ملي تفيق الصباح كتلقى واحد التبان فيه تقبه؟ انا اخويا ملي كنفيق انا التبان لبسته متقوب تاعيت ملي ما كانش عندي كنفيق تلقى التبان ديالي متقوب. التبان هو الكيلوط بين مزدوجتين باللغه العربيه الفصحى. كنلقى تقاشري صباط ديال مو السميله ديالو تكالت عندي وتلبس وباقي تلبس فيه. راه هذيك اكبر موتيفاسيون اخويا. واش انا ملي كنشوف با وامي مساكن ما عندهمش هذا راه موتيفاسيون هادي. هادي راه بوحدها موتيفاسيون. واش انا نتسنى شي واحد يقول لي نوض تخدم؟ لا وباش غيقول لي نوض تخدم خصو يبين لي حديده واعره باش انا انت بالله عليكم واش هادشي ماشي مضحك؟ لا خصو باش يقول لي بين لي انا حديده واعره باش يقول لي انا باش نقتنع نوض نخدم. هادوك الناس اللي هما تيديروا لهم هذاك الكونتنت وناس اخويا وراه يتخلص على الشوماج هذاك اخويا تيقول له نوض تخدم. هذاك تيموتيفيه تيكون تيضرب 1000 اورو تيقول له تيموتيفيه باش يضرب 3000 اورو وانت راه ما لقيتي حتى 60000 ريال مسخوط الوالدين باش تسنى شي واحد يموتيفيه. واش ملي كتدخل لهذيك الطواليت كتلقى ديك الثقبه ديال الطواليت حاشا كحله هذيك ماشي موتيفاسيون نوض نخدم. ما يرضي عليكم شي حوايج ولينا واخدين واحد مشبعين بشي طاقة. واش اخويا انت محتاج واحد يقول لك انت الاسد دير ها انت الاسد طاقة شنو الطاقة عرفنا تيدير الطاقة ولا تيدير شي حاجة أخرى. واش محتاج؟ ما واش انت محتاج؟ سول راسك واش انت محتاج؟ الانسان في حياته يخدم في السكوات ويتعلم في السكوات ويبقى اوبتيميست بقى تتحلم حلم. من حقك تحلم او خا انت في هاد البلاد وهذا من حقك تحلم. راه حتى انا شحال من حاجه وغير شوف انت راسك دابا واحد الفئه الناس كيتابعوك شحال من حاجه كنتي غير تتحلم بها واحد الوقيته وهي ولات واقع. راه كنتي واحد الوقيته كنتي مثلا تتحلم كنتي تتحلم غب تخدم خدمه ما كنتي واحد لقيتها خدمه ما لقيتيهاش دابا خدام موظف ولا شي حاجه كنتي غير تحلم ولقيتيها عندك خدام خدم حلم ولكن حلم مع راسك ما تحلمش مع عباد الله. انا نعطيك نصيحه اخو شي المغاربه ما تحلمش معاهم ما تقولش لصحابك بغيت ندير حتى نحلم حيت هما اول وحدين غيضحكوا عليك اول وحدين غيعطوك ديك الطاقه السلبيه اول وحدين. حلم مع راسك شي ملي تبغي تنعس وهذيك كنت نديرها بزاف تنبغي الناس اقسم بالله لا العظيم نعاود واحد 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 الصوره واحد النهار كنت عايشها وانا نقول الحمد لله واش كنت جيت نحلم ايامات كنا كنفورماتيو البيسيات كنت نحلم ديما كنبغي الناس كنحلم راسي كنسوق طوموبيل وحق الرب المعبود الا تنحلم بحال مع راسي تنطيب الناس تنحلم راسي تنسوق طوموبيل وكنتلف اللور وكنلقى عندي جوج وليدات ومزواج
قرب المهم كنت نحلم، ولكن كنت نحلم مع راسي اخويا وتنخدم على راسي، ما زربان على حتى شي حاجه. انا متيق قول الله تعالى واعملوا طيق في الله، الله قال لي خدم دير اللي عليك، انا غنكون معك دير اللي عليك. وثيق في الله انه شتي الا ما كتبتش ليا ربي ما بغاش تكتب ليا ديك الساعه. وشحال من حاجه حمدت الله انا ما كتبتش ليا ديك الساعه، غير في الزواج كنت واحد السيده تنحماق عليها، تنحماق بالحماق باغي نتزوجها وما تزوجتهاش، ودابا كنحمد الله انني ما تزوجتهاش. شوف الله تتشوف شي حوايج، ربي كيشوف حوايج اخرين. تقدر دابا كتشوف فيا قدام عاطل والو، ربي اللي عارف علاش، اقسم بالله العلي العظيم لا سيدي ربي اللي عارف علاش. تقدر كاينه شي حاجه، ومشينا غير في القرايه وراك عاودتها لكم، ومشينا وقاتلنا ودرنا الدبلوم وغير رميناه. كنقولوا احنا ضيعنا واحنا ضربنا تما. نهار بغيت نحل الشركه قال لي هذاك الدبلوم في ذاك التخصص اللي خاصك، المعلم هو اللي خاصك تجيب. شوف سيدي ربي فين، وشوف سيدي ربي فين كتب لينا طرف الخرز. حنا راه بدينا النهار الاول، انا بديت هذيك لاشين في يوتيوب، وانت راه بديتها بغيت غير نبارطاجي مع الناس ذاك الحب عزيز عليا نبارطاجي. تا ولينا هذيك اللي هذا فتحت لينا افاق، تعرفنا على ناس، تعرضوا علينا اعمال، تلاقينا مع ناس، تعلمنا معاهم بزاف الحوايج. لهذا ثق في الله، الله ما عمرو غيخيبك. راه ما يمكنش ليك اخويا انت ما تيقش في الله، هذا راه ما تقتيش في الله، حتى الله ما غاديش ما غيعطيكش. انت ما تيقش فيه ما غيعطيكش، الا كتحس ان هاد الهضره اللي تما ما تيقش فيها لا حتى هو ما غيعطيكش. انت ما تيقش فيها راه حتى هو ما غيعطيكش، ثق في الله. وش كاع اللي تيضحك عليك دابا، كاع اللي تيضحك عليك دابا تقسم لك بالله العلي العظيم تلعب ضحك عليهم غدا، حيت هما غيبقاو غادي حاضينك وتيدويو وهذا، انت جالس خدام وسكوات. اهم حاجه خدم وسكوات وحلم، خدم سكوات حلم. الليل تنعس تنحلم، غدا تنصبح نخدم، الليل كنحلم غدا تنصبح. وحق الله العظيم تضحك راشين. ان شاء الله كنفكر غنكتب واحد الكتاب، غير هو ما ممتوحش ليا دابا نكتبو، ما يمكنش ليا نكتبو دابا. راه نعاود لكم شي حماق، راه ناس ضحكوا عليا وليت انا تنضحك عليهم دابا، ناس ضحكوا عليا بزاف. كاين الناس اللي حقروني ملي ما كانش عندي، ولاو دابا تيلحسوا ليا الكابا، انا اللي تنتعفر عليهم. راه الهضره تتوصلهم وتيبقى فيهم الحال، وتتوصلني الهضره عليهم. كاع دوك الديكورات اللي تيوقعوا لك دابا وانت ماشي حق وانت فقير، قيد ما تنساش، ما تنساش، قيدهم. هذيك هي الموتيفاسيون، هذيك هي اللي بتشعل فيك العافيه، هذيك هي اللي بتخليك تخدم. تحقري ليك امك حقرينا حيت ما عندهاش، سير تخدم، سير كون راسك. ولكن ما زربانش على الفلوس، تنكون راسي، كنكون راسي، كنكون راسي، كنكون راسي. باش ملي نبدا نعرف اش كندير. حقرينك اخويا هربات عليك ومشات معاه شي واحد اخر عنده شي حديده وخلات شي وحده مشيتي كتبغيها ونهار هضرتي معاها حقراتك حيت ما عندكش، حيت ما تتلبش مزيان. واش انت ما قدرتيش تهضر مع ديك البنت اللي كتبغيها حيت انت ما عندكش؟ وسير تخدم، سير تخدم، هي غدا غتجي عندك. قال لك الموتيفاسيون، تتسنى الموتيفاسيون. شنو الموتيفاسيون كتسنى؟ هادشي كله ماشي موتيفاسيون اصاحبي. اخوان خاصني نمشي لوحدة هادي، باقي تابعني ما يدار. تبارك الله عليكم، الله يعاون. سلام عليكم.